بكر عبد الحميد المالكي، مدرس في مدرسة البطائح للتعليم الأساسي والثانوي للبنين، تابعة لوزارة التربية والتعليم بإمارة الشارقة. مسابقة تحدي الكتابة مسابقة أطلقتها وزارة التربية والتعليم في المجال الافتراضي لتعزيز مكانة الكتابة في منظومة التعليم. تستهدف هذه المسابقة طلبة المدارس الحكومية والخاصة، يكتب فيها الطلبة موضوعات إبداعية مركزية تراعي مستوياتهم وتراعي اهتماماتهم. تنقسم هذه المسابقة إلى مراحل ثلاث: مرحلة تصفيات المدارس، ومرحلة تصفيات المجالس، ومرحلة التصفيات النهائية. مثل هذه المسابقات تدفع الطلبة للكشف عن مواهبهم وممكناتهم، تتيح لهم فرصة الشعور بتقدير الذات وتقدير الآخرين لمجهوداتهم، وهذا ما يدفع الطلبة إلى تنمية مهاراتهم وصقلها، وهو المطلوب منهم. قمنا وقسم اللغة العربية في المدرسة بالتعريف بمسابقة تحدي الكتابة ونشر أهدافها ومراحلها عبر وسائل التواصل الرسمية. حثثنا طلبتنا على التسجيل في المسابقة، بالإضافة إلى الأمر المهم عقد الدورات التدريبية واللقاءات عبر التيمز لتدريب الطلبة على الكتابة. نحن إذ نشكر القائمين على المسابقة فإننا نشكر ذلك الإدراك لما للكتابة من أهمية في صقل شخصية الطالب وصقل موهبته وتمكينه ليكون عنصراً فاعلاً في مجتمعه الذي يعيش فيه، وإننا ندعو طلابنا إلى المزيد من القراءة والمطالعة والتمرين على الكتابة الإبداعية في مجالاتها كلها.